قبل ما تشوف الفيديو كنتمنى تشترك في القناة وتفعل زر ديال الجرس، ما تنساش تشجعنا بلايك. شكرا لكم. السلام عليكم، واحد التحية كبيرة ديما كنوجه للإخوان ديال الأصدقاء قناة التحية، وكنوجه للأصدقاء اللي عاد التحقوا جداد بالقناة تحية كبيرة لكم، واحد التحية للرئيس ديالنا الماحي وكل الأصدقاء كاملين ديال القناة. دابا غادي نجاوبوا على واحد السؤال إن شاء الله. كيف ما العادة الحلقة هي مستمرة معكم على مراحل يعني حلقات، وكنستافدوا كاملا منهم جميع إن شاء الله. وبالنسبة للرقم ديال الهاتف في آخر الحلقة إن شاء الله، رانا دائما كنذكر بالرقم ديال التليفون. نبداو إن شاء الله. تحياتي لكم على بركة الله الرئيس عبد الإله. تحياتي خوتي الرياس، معكم الرئيس إبراهيم كيما قاعدة. تحية من الحدادة للحدادة. نبداو الرئيس عبد الإله على بركة الله من عند الرئيس مجاهد كيقول السلام عليكم رئيس عبد الإله، شكرا على المعلومات القيمة. واش ممكن تشرح لي الفرق ما بين تقنية الصيد بالبيلوطا وسبينينغ وسيرف كاستينغ وشكرا. مرحبا مرحبا الرئيس ديالنا، مرحبا وتحياتي لك. وبالنسبة لهذا السؤال هذا غادي يفيد بزاف الإخوان ديالنا المبتدئين باش يفرقوا ما بين الأنواع ديال الصيادة اللي كنمارسوا ولا اللي كتمارس على العموم. بالنسبه خويا السبيني القصبه ديالو كتكون معروفه ما بين 2 متر و 70 حتى 3 متر و 60 حتى 3 متر و 80 على حسب المناطق وعلى حسب المصايد وعلى حسب يعني الناس اللي كتصيد سبينينغ في البحر الابيض المتوسط ماشي هما اللي كيصيدوا في المحيط الاطلسي، يعني كاين اختلاف حتى في الابار ديال اللي كان. المهم غالبا ما تفوتش القصبة 63 غالبا، وكاين اللي كيصيد حتى ب 93. هذه وحده. السبينين هو الصيد بالجر تكراك، يعني كنخدموا بليلور ليلور ناجور ولا ليلور سوبل ولا حتى بالبيلدو افيك راغلو ولا ب يعني ليلور بحال هذا، ولا كنخدمو بليلور سوبل يعني طيب بلومبي. والخدمه ديال السبيني ماشي هي الخدمه ديال اللونس، يعني حنا ماشي كنلونسيو وكنخليوها في الماء، لا يعني كنخدمو تكراك لوح جبد لوح جبد، يعني كتخدم بليلور يعني بالطعم اصطناعي، راه باش يفهموا المبتدئين ديالنا كيخدموا بالطعم اصطناعي. وحتى الماكينه كتكون صغيره والقصبه كيف ما هضرنا عليها كتكون خفيفه وكتكون حتى هي قصيره. وندوزو للبيروطا. البيروطا هي واحد لاكان اللي هي طويله كما قلت لك، اضعف الايمان تكون 6 متر فما فوق. كاين اللي كيبغي يصيد ب 6 متر، كاين اللي كيبغي يصيد ب 7، كاين اللي كيصيد حتى ب 8. هذاك الشيء غنرجعوا لنفس الهضره على نفس المناطق، نفس المصيد هو اللي كيحكم عليك باش غادي تصيد. كاين الاماكن اللي تيكونوا الحفار شويه بعاد كتطلب الطول. البيلوطا يعني كنصيدوا بها بواحد الماكينه صغيره ولا واحد الجراره ديال الخشب، وكتعمر بواحد الخيط اللي هو رقيق يعني 30 لتحت، والطراقع ديالها حتى هي كيكونوا رقاق يعني 22 ل 20 18 على حسب لا كولور ديال الماء. وكان الطعم ديالها غالبا هو العجينه ديال السردين وكتسول الفيزغا. هذه هي البيلوطا، يعني كتشد في يدك ما كتحطش وما كتلونسيش بها، يعني غير كتشد الطعم كدير العجينه في الفيزغا وكتطلق قدامك وكتبقى مفيكسي، يعني هكا تحس بالحركه ديال الحوت راه كيدور بالعجينه ولا كينقب فيها كطرد بهذه الطريقه هذه، يعني كتخطف الحوت. هذه البيلوطا. ندوزو للسيرف كاستينغ. السيرف كاستينغ هو يعني طريقه الصيد كتعتمد على اللونس، يعني بلومها ترقيعها طعم وكتلونسي الابعد مدى ممكن، كتكون من الشاطئ كتكون من الحجر كتكون من العلاوات كتكون يعني اللونس كتطبق في جميع المصايد.
يعني كتلونسي لأبعد نقطة ممكنة لا بغيتي انت توصل ليها، على حسب المولين اللي عندك وعلى حسب لاكان اللي عندك، القصبة اللي عندك. يعني القصبة ديال السيرف كاستينغ كتكون قصبة كيكون لاكسيون ديالها طالع شوية، يعني كتلقى القصبة فيها من 100 غرام فما فوق كتلونسي، وكتلقى الطول ديالها من 4 متر حتى 5 متر، كاين حتى 6 متر على حسب الاماكن كيف ما قلنا في الاول. راه المصيد هو اللي كيحدد لك شمن نوع القصبة، وعاوتاني المنطقة اللي كتواجد فيها انت. الا كنتي في البحر الابيض المتوسط واخا تقدر تخدم بقصبة غير ديال 3.80 متر وتصيد بها، ما كاينش الماج، ما كاينش، يعني حنا عارفين هاد المسائل هادي. 4 متر راه خدامه لك 24 خدامه مزيان. ننتقلوا للمحيط الاطلسي، كيبغي عاوتاني 24 الفوق حتى ل 4.5 حتى ل 5 على حساب العلو ديال المواج وعلى حساب الخيط ديالك باش يبقى شويه مهزوز. هذاك الشيء كنتفاداوه بالبيكي، وكتستعمل فيها البيكي حامل القصبة، يعني البيكي الا كنتي في الشاطئ، والا كنتي في الحجر كدير بيكي قصير يكون مصنوع من الحديد ما يكونش الومنيوم باش ما يتعوجلكش مع الحجر تما. وكتلونسي كدير الطعن ديالك وكتلونسي كتوكل على الله. نتمنى من الله تكون فهمتي شنو الفرق ما بين السبيني وما بين البيلوطا وما بين اللونس. وتحياتي للجميع كيف ما العاده، الرقم الهاتف غادي نخليه اللي هو 06 17 54 75 34، 06 17 54 75 34. وتحياتي كيف ما العاده، انا موجود واي سؤال رحنا نجاوبوا عليه. كنا عارفين وحنا غير ما كناش عارفين حتى حنا براسنا كنسولوا، راه حنا بان بالكم راه شنو كنديروا دابا، حنا غير كنتعاونوا مع بعضياتنا وكنحاولوا نوصلوا الفكره للرئيس المبتدئ. علاش؟ لان غالبا الرئيس المبتدئ الاسئله ديالهم يعني في استطاع ديالنا نجاوبوا عليها، لان ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه ولا شي حاجه. حنا كنعرفوا المتطلبات ديال الرئيس المبتدئ اشنو خصو يعرف. تحياتي لكم.